إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. رمضان مبارك، وربي بلغنا إن شاء الله ليلة القدر إن شاء الله جميعا، وربي يغفر لنا ويتوب علينا إن شاء الله في هذه الأيام، أيام المغفرة، أيام العتق من النيران. ربي يعتق رقابنا من النار إن شاء الله. الحاج محمد، زرناك هذه في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان، وأي ليالي في العشر الأواخر من رمضان. كيف هي الأحوال الحاج محمد؟ الحمد لله رب العالمين، متشكرين عن هذه الزيارة، زيارة ميمونة إن شاء الله، وكل خطواتكم تسبح لكم الملائكة، وإن شاء الله نجعلها رمضان هنيئا، يعيده الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والهنا والعافية، ويعجلنا إن شاء الله من خيرين لهم الذنوب، ربي يغفر لنا الذنوب ويسترنا العيوب ويفرج لنا الكروب ويجاهد نبينا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، صلي ربي يغفر لنا الحبوب وينزل علينا المطر الرحمة. الشيخ بلال جزاكم الله خير عن هذه المبادرة الشيقة التي رقم فيها كل ما تخطو به خطوة في سبيل الله وفي سبيل الإنسانية وفي سبيل المحبة، أنها الملائكة تسبح لسيادتك إن شاء الله. ربي يحرم إن شاء الله، ورجع إن شاء الله لا يحرم إن شاء الله عجلكم، وإن شاء الله رجعنا من عود ربي ليجعلنا إن شاء الله من عود قائر في النار يوم القيامة. هذا هو صح. ربي تنبيك ويعطيك الصحة والعافية. وش رأي الأجواء الرمضانية هنا في قرية الفيل؟ أجواء رمضان على كل حال، هذه الكلمة في الحقيقة مناخ ما هوش مدون قبار، على قلة المطر والجفاف وجفة الأرض، بحيث عدنا كم يوم نتاع فيها تطلع فيها سخانة وفيها قبار، عدنا عدة أيام أنها الغبار هذيك ماشي ليقف يرثى الآن. والله إن شاء الله ربي يجيب خير. الجفاف هذا يأثر في الحيوانات، أثر في الإنسانية، أثر على الأشجار، في الثمار، في الأراضي، حتى الأرض بدت، حتى القشرة تحت الأرض بدت عيبة اللحم، قالوا هذه سماء رزقكم وما توعدون. وهذه كنت ترجعنا الذين واستقاموا على الطريقة ما سقيناها مع الله، ما نش مستقيمين غير الله، ربي يدينا الخير وإياكم إن شاء الله. هناك آية في القرآن الكريم تقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم الله وقال لقد خلقكم وطول، وهذا المجر في آية عظيمة رب سبحانه وتعالى وحالنا كل حال، ولكن إحنا ما استوعبنا ما استدركنا. لا غالب، يجب العودة إلى الله. يجب العودة إلى الله. يعني شفيت أنا من كانوا الشيوخ، ونحن في بلدنا هذا، وحتى في بلد كل الجزائر، حتى بلد أنا عشت مسعد جلفة مثيلة هذه المنطقة اللي قريت عنها، في كل أنا في عهد شباب من على كل حال، والله يقف في كل ربيع الخيرات البنك عارف أنها تتصدق بالدهان وبالزبدة، تتصدق حتى باللحوم، تتصدق بالتلفاز، ذكروا العيادة تبلغكم من دول النوارات نتاع نوار تاع هجر ما لقاش. صح والله مسح، والله العظيم والله مسح لها، حتى علمه الشغل بروح نشوف اللي في بير كما يقولوا علمه. لكن انا دخلنا ودارنا قال لي ودي ولا قالنا متوحشين الاهجان شيء يديروا معهم من الكسكاس هم يا رحنا للضي الاماكن الاراضي اللي هي مسقيه من الماء تاع فراش، والله ما تسح. هذا شوف مصيبة هذيك غارية حتى من المطر من بركة الله سبحانه وتعالى، هذا جهات نروحوا منها كيف شفتوا حلولوا كاك شوية برك راها اللي يسكوا فيها ما فيهاش الحكام، وش هي المصيبة؟ أنا نشوف فيها بده يستحلوا، معناها هذا تحدي لله سبحانه وتعالى. حنا أنا القيم تاع أنا نشد الأمطار نتاعي وأنتم أيه وأنتم قالوا لنا يا سيدي ربي أنت وسمحوا لي شوية فيها مضحك عليك احنا انت يا سيدي ربي تسد لنا الماء بسماء احنا نقعدوا الراجل هو اللي عارف حتى يصير لك هذه المصيبه كحنا الخلاء الربا الحرام والعذب الحاج محمد. كنت قبل حكيت لنا قصه جميله فيما يخص الجيران بكري، كانوا يدوا بعضهم بعض بالضواقه، وعاودنا ممكن هذه الحكايه بيسمعوها الشباب تاع اليوم. هذه والله عشت انا شخصيا وانا طفل صغير في شباب في الطفوله تاعي مش في الشباب، هذه راه في 59 60 859 سنه صغير، جاورنا الحاج مصطفى من القبشه الله يرحمه، شعيب الله يرحمه، شعيب الله يرحمه كان في السكنه نتاعو
كي مرها الشعبيه هكذاك، وكان الحيط بيناتنا كان والدتي انا الله يرحمها ووالدي كان مدرك عند الحاج محمد السيكليست واختي توفات، احنا على كل حال كان الحيط نتاع طوب نتاع تراب هذه شو تواضع حتى في السكن والله كان عنده دارين وانا مكه والحائط هكذا نتاع تراب نتاع الامر، كاين قعره ما بين الجخبه كيما هكذا مش عارف مع الحجم صفا ولا زوج الله يرحمه زوجته، يجي الخيرات الله يرحمه من ينشفي عليها مليح يجيب كل الخير، يجيب اللحم يجيب التفاز يجيب اللبن يجيب الجبن يجيب كل الخير، وتقرب على زوجة الحاج مصطفى الله يرحمه ربي يوليها الحمد لله ان شاء الله الله يرحمها ربي يوليها برحمة الله يرحمها، يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة تجيها واش راكي خير صبحتي لاباس غير نعطيك شناينة ونعطيك حليبان تفاز تقداها من ديك القعرة من ديك القعرة والله تمد لها تمد لها يا سيدي ترفاس تمد لها قفص نتاع جبن تمد لها يا سيدي شكوى نتاع لبن ولا شكوى نتاع حليب تمد لها يا سيدي طرف نتاع لحم تفاد الله يرحمه قدي ولادك قدي وليداتك وما هيش مره ما هيش اثنين ما هيش هذا كل ما يجي الخير ما انقطعش تماما حتى انقطعوا اهله من يجي الجد والله العظيم يعني بومدين الله يرحمه خلى كلمه اخريه على كل حال الدوله لا تزول بزوال الرجال ولكنها زالت الرجال عنا زالت الامور كاع هو على احنا وعلى وحنا راه نزلت لنا البركه راه نزلت علينا قالت بالله من الحرام بالنسبه للمنازل مسعد في من الستينات اللي هي كانت كل عندهم هذا القعره بين القعره بين الحواشي هذه كامله كامله والذواقه هذه الذواقه ما تخلوش عليها تماما يا ربي بتشيشه يا ربي فنجان قهوه يا ربي مردوده يا ربي باللي كاين باللي كاين باللي كاين يا ربي مطلوعه يا ربي لقيت واش مطلعت اليوم هي مطلوعه يا ربي لا هذه يوميا 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 نهار صباح حشوه الكلام مش حق الحياه عندها كانت البركه وكانت عندك هذه مازال شويه وقال انها في الغوات مازالت يقولوا في الاخوات مزال، اما راني نشوف فيها بالنسبه لمسعد ومسعد جلفة وحاجه اللي يرني انا اللي راني كاينين زوج حالات وضعيات والله راني حاب نعيشهم كما عشتهم في عهد طفولتها. القنطر نتاع الدرس تاع الخير والزاويه وين تقريبا يقرأ القران الكريم. زاويه. كانوا في مسعد كاينين خمس ست طلبه ولا سبع طلبه ولا ثمانيه. ياسر كان سي حسن الله يرحمه كان سي عبد الله الله يرحمه كان سي عبد الله بشير الله يرحمه كان سي عبد الله المدوم الله يرحمه سي بوزير كان سي بوزير الله يرحمه كان سي بن ناجي الله يرحمه كان 8 ولا 10 تعود تمشي مع الشارع تسمع في تلاوة القرآن العظيم في الأطفال والله قد يشوف والله قد يشوف تلقى 20 30 40 حنا صفينا عند سي أحمد زنين الله يرحمه وحنا بقينا تقريبا واحد 70 طفل تلميذ كل واحد حسب المقدار وحسب المستويات في دراسة القرآن الكريم تسمع فيها تقرأ اقرأ هذا ما تسمع اقرأ وراها هذه ما تسعاش درك تماما راني نمشي إلى مرة واحدة في اللي سمعتها وما طولتش في قبر صاحبي مرة واحدة والخيل هذيك اللي كنت تدرس على تدرس في الجامع بعد الماشية يا خيل والخير اللي راه كان باه تحرف الارض اللي كانت تبارك والبن هذه في بارك وهذه في الخيرات تغيرت الامور يسلم عليك الاخ المسعود بن احمد قال لك السلام عليكم السلام عليكم قال لي سلم الحاج محمد وللجميع امسية طيبة رمضانية كريمة ان شاء الله الحاج محمد راني مشيت انا شفنا اليوم من ثيلة لم يتغير شيء في ثيلة لا من جانب حضاريا من جانب الشوارع الأرصفة ما كانش جديد وهذه تعتبر من أكبر الفروع البلدية على مستوى دائرة علبن صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم مش تكبر تكبر من ناحية التاريخ الجغرافي من ناحية التاريخ الإسلامي حتى من ناحية التاريخ الإسلامي هنا القرية النوثيلة راه ما تعرفش حتى التسمية والله نفتحوا نافذة مصغرة باش نعرفوا مصطلح كلمة نثيلة ماشي نثيلة نثيلة بضم النون مش ما كانش الألف ما كانش الألف نثيلة هذا يرجع إلى كانت واحدة سيدة ملكة كانت ترأس قوم مستوطنين في المنطقة وشكون اللي فتح هذه المنطقة هذه نثيلة صح عقبة منافع الفهري رضي الله تعالى عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 642 أنا وجاء من طريق بسلسلة من الفتوحات
مارن بورقلة ومارن تما سمع ليش ما هو ورقلة بيتي فورا صبح تشوف أنا في لروي الصدا الصدا قلهم يلا هذي البيت فيها الله نحن يلا نورقوه من اسمه هو ورقلة وبقلت سلسلة مفتوحات حتى مرة بالمنطقة هنا يلقى مجموعة قبائل ترقص ملكة اسمها نثيلة هذه في سنة 642 اتقاتل مع القوم لم تبغلقهم رسالة واستشهدوا شهيدين زوج شهداء من جيش عقبة بن نافع رضي الله تعالى وراهم زين موجودين في المنطقة اللي نعرفهم من مليح ما مشي بعيد منها حوالي 3 كيلومتر مدفونين هنا القبور اي 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 موجودين القبور تاع مش كبير شويه كبير موجودين اي راهم جبت عين خضراء موجودين لحد الان وقتل هذه نثيلة يعني كانت هذه معروفه نثيلة قيل انها دوميديوم هو الزوجة والله سلفها سموها تضاميط هذه يسموها تضاميط كان واحد كان مليك يرأس مجموعه ب تمديد بتضاميط يعني تعظميط هاي ملا فتح هذه مثيلة وسميت على اسم مثيلة لها سميت باسم هذه المثيلة اللي كانت ترأس المجموعة هذه أو القبيلة اللي كانت مستوطنة في المنطقة ومر بهذيك كانت وقت تاع جفاف طاح لهم من طرف جهة المرحمة سموها رحموا فيها سموها المرحمة وتم عاد بالتعظمية تعمل لقى مجموعة راه لحد الآن موجودة الرباط نتاع الخيل نتاع الملك نتاع تضاميط راه موجود لحد الآن موجود لحد الآن وبي شافوا أنا على الأقل ما تعطيش فرصة باش نشوفوا تقاتل معاهم وقتل هذا تضاميط هذه عقبة بن نافع سيطر على كل حال ونصر وربي على تضاميط وقتلوا وقتل في مجموعة كبيرة من تبلغ 15 صيلة وعقب حتى الجيش بسكرة وتقاتل مع كوسيلة وقتل ومات ووفى واستشهد على يد كوسيلة بسكرة ودفن في المنطقة يسموها النبي سيدي خالد الله يرحمه سيدي عقبه هنا هذه مثيله لها من اعظم القرى والمدن الاسلاميه تاع عقبه بن نافع هذه نرجع للواقع المعاش انها ما رجال على الاقل ما همش في المستوى لو كانوا مستوى التاريخيين والله اللي تديهم اناقه وانوفه ونزيدك حاجه قدمت من فولاذه كبدها هذه مثيله هذه القريه تاع مثيله قدمت من فولاذه كبدها ثلاث شهود شهداء ولا اربع شهداء منها عامر بن القوي سميت عليه المؤسسه التربويه منها براس الله يرحمه منها ابو الرباح بن عمر بن ابو الرباح منها يربي وين الناس الاخر ثاني كاينين اربع شهداء ولا اربع شهداء من قبيله تمثيله من كبده تمثيله من وليده تمثيله استشهدوا بالبوكحه نثيلة من نثيلة المرمى من المفروض نسموها نثيلة وعانت المرعى نثيلة هذه المعركة التحريرية انطلاقا من 56 ووالدي هو اللي استقبل سيسالم علاوي سيسالم علاوي جاء هنا إلى نثيلة وعين به رئيس رئيس مركز الجيش التمويه والتسليح والتجنيد والاحتفال حتى 58 تباع وصارت حكايه كما حكيت مسرقه وراح المسعد واتصل بالجيش في بوكحال حتى لاخر قتال 62 الشيخ تاعكم كان عنده مركز لتمويل موجود لحد الان مركز ومن بعد هذه الفرنسيسي بعد هذه القضيه وبعد ما تباع وخلاوها وحرقوا المنطقه وحرقوا السكن وحرقوا داو التموين وداو السلاح وداو المؤونات مازال المنزل كما مازال المنزل موجود انا رممت على كل حال ومن بعدها منعوها سن زون انتيرديت جوسكا زون انتيرديت جوسكا حتى 62 كانوا يشوف السكن نتاعنا كان تشوف البياسات تاع فرنسا فوق الحراسه حتى 62 دونك كانت منطقه محرمه من كل من يمر من المنطقه هذه يموت الشيخ نتاعكم الله يرحمه حكى لك الاصحاب والمجاهدين وراك اسماء عطاك تعطينا الاسماء اللي عطاهم لك الشيخ الله يرحمه منهم غويد بن عواك الله يرحمه الله يرحمه زريك وزريك غويد بن عواك قال لي بطل الأبطال سميه سبعة ثورة قلت له بكيف سميته سبعة ثورة قال لي شوف الشكاره تاع قال لي انا مدرك عاد الحاج محمد بسكيتي ونخدم في الحانوت وداير علاقة قال لي مع الجيش ويبعثوا لي في غويد بن عواك قال لي ان الشكاره تاع السكر تاع المهرس هذيك نحملها 10 ولا 10 مهاريس قال لي جا الماكن مأونة فيها السلاح فيها الرصاص فيها صبابط فيها التموين فيها الغذاء فيها الرسائل فيها التقية فيها جهنم ويخيطها ويقبز الجماعة يقول لهم هذيك الشكارة ما فيش بيع يعرفوها حتى يجيها قويدر الله يرحمه سريب بن عوان بجمل بالرجل قرب قويدر قرب قالوا ندور على مصير هذا نينا لهذيك شوف السيني اللي بيناتهم
هاش انا في قرضك انت وسواك يجيب شكارته هكذاك وما دروك كيما هكذا واش يدير مهر عادل لي مهر يصفو يدير لي هكذا ودير لي القهوه ودير لي لاتاي ودير لي وزنا تاع فلان زايد وكذا في قرضك يخرج له الشكاره هذه يقول له سرعتي كاع راه انا يديها بجمل شوف يعوض بجمل في القرار ويدير القشبوك يحكي لي عليه هو حكاها لي الله يرحمه قوي يدير في روحه وحكاها لي شنو هذا القشبوط؟ جوا اي صح يديروا في المحشمه يا سيدي وينوض جمل وياخذ تحت الراس واش راه الجمل؟ مش الراس راس رصاص رصاص اي داير 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 اي كان ديك الساعه كان العسكر فيها مغامر هذا على كل حال اي رصاص اي رصاص وكان تحت واحد طحطاحه فارغه نشفت لها مليح كان بيقول لي حيحط فيها ناطحه سيدي لا لا شرقيها مناطحة الحال المدنية ضرب حال المدنية حال المدنية اي الحال المدنية وراه يسكن الحاج فرحات هلو فوق وشو فوق هذه ماهيش حال المدنية حال المدنية مناطحات مناطحة الأخرى سبايدار بكري يا تربع الحال المدنية هاي سوق الفلاح سوق الفلاح بكري ناطحة سوق الفلاح هذه الحال المدنية هذه الحال المدنية دوك ايه على الحال المدنيين خلاص ايه جاعك من ذا انا شفيت لها نقرا في كل بوليحي حتى القوطي حتى انا صغير عندي واحد 6 سنين ولا 7 سنين ايه شنو بقى بصح ايه المهم يعقب من ثم يبداو يستقلوا به يبدا يرقص الله يرحمه يجي يرقص ويجي يشد الجواق هذاك ويجي يجواق ويرقص راه يرقص ويستقلوا به العسكر يا سيدي يستقل به هكذا ومن بعد منهم ها روح ضربتوني راني ما دير ما هنا للفلاقة ها روح بلقوني هاي ها روح ما يروح الفلاقة روح كاخ كاخ هو يعمل ذا مش مش طول دوم هذا واحد منهم والاخرين عمر عامر رباه بوي الله يرحمه هذه اللي سميت عليه انا المؤسسة التربوية بالقويني عامر رباه بوي ورباته امه ودي بطل من الابطال وعانق الثورة وقدم اعمال ثورية قبل التسليح وفي 58 طلع البوحيل شارك في معارك كبيرة وتوفاه الله في معركة كبيرة طاحنة توفى الله نعم يسلم عليكم بكر مزوزة يسلم عليكم قال لكم ربي قال لكم ربي يتقبل الصيام والقيام وصلاتكم وقيامكم مزيد من الأجر والثواب بلغ سلم الحاج محمد بن الحاج مصفى رمز من رموز منطقتنا قل له أخوك مز بكر بن الحاج عمر أي رابع تاع السبيطار نعم قلت لي الحاج قويد العواك وكاين اخرين ذكرتهم لي ثاني اسماء اخرين. قول ابراهيم عمر من بول رباح. صح. عمر الله يرحمه توفى في بوكحيل ثاني. صح. 59 ولا ثاني توفى. الشيخ احمد بوراس الله يرحمه كان يجيب في الرسائل من عند بو يجي فيها الجيش. هذه انا نشفيك فيها. كنت قلت لي ثاني ابراهيم العسكري الله يرحمه. ابراهيم بالعسكري هذا بالعسكري في الكاميو اي بالكاميو يجيب الكاميو يحط فيه اللي يسموه الكبار يجيب المؤونه يعطيها له بالكاميو الفهم من الباب عنده واتش كيس عنده واتش كيس او دي حاجه اخرى عنده واتش كيس يحط المؤونه كما هكذاك ويدير فوق الكبار ولا يحفر الكبار ويدير فيه المؤونه هذاك ويسري الكبار ويطلعوا للبحر ويدي يحقوا البوكحيل الله يرحمه ابراهيم العسكري الله يرحمه بطل 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 من الابطال الله يرحمه كانوا رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر وبدل تبديله وراها الامور ان شاء الله حتى ممكن رسالتك رساله الحاج محمد بالنسبه للمسؤولين فيما يخص هذا النثيله هذه نثيله ولكن ما عرفوش حقها قلت لك بن فولاذ كبتها راه قدمت وليداتها ربعه شهداء من القريه هذه حقها يكرهها خصها قلقاس ما عليناش يا سيدي وسائل الحياة كل الماء ولا الكهرباء ولا ما عليش موجودة حتى الريزو اللي بس عندنا الماء قال لك ما كانش ما لا بليز اون موان الماء بخير شوية شوية موش بصح مش نتاعنا أنا في الكاس أي لأن درك حتى الحطب باش نستعملوه كطهي ولا كذا درك ما عادش موجود ما كانش حطب ما كانش والله ما كانش وما كانش الاشجار بكري كانوا يقول لك نحطبوا ويجيبوا لهم ثاني ما كانش حتى الانسانيه اللي راه تحطب باقي الورم تقول لك ما كانش حتى في الحراره تحضرنا وتخضرنا ما كان واش لا دوكا لا قارب مطلب الساكنه في الغاز الغاز ضروره الغاز اي ضروره 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 جدا 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 اما الكهرباء الحمد لله موجوده الماء بيزون موجود
الشون كان موجود بالنسبة متوسطة كذلك متوسطة ثانية راها في علوش في الفتح حالا قد إن شاء الله تفتح في السنة الدراسية مقبلة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم. أما التهيئة الحضارية ما كانت الشيخ راه توفت هنا راه تقريبا 54 جندي في 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 حين الخضرة تبعد منه واحد 3 كيلومتر 70 من فرنسا 54 جندي ماتوا في سبع ساعات قدمت من الجيوش من جيش الشعب العيسى في 58 اي اكتوبر 58 الجانب العلم محمد الجانب الحضاري التهيئه الحضاريه معدومه تماما معدومه تماما تماما طرقات كل اخر جات متجنبه راك عارف انت في التقسيم الاداري جات متجنبه ما تقول الاقواط ما يسيدي مخلوف ما يجلف ما راك عارف كيفاه حتى الناس اللي كتب الابيض الابيض واللي الله يرحمه كان يخدمها صح كان كعرف درجة حوردة كما يقولوا وبلده هو اللي ينتمي إليه على كل حال وكان مسؤول في ذاك الوقت ولكن توفى الله الله قال الله يرحمه إن شاء الله ويحط ثاني بعد جهل الجهل بعض من الناس الله قال بيخيم عليها من الجهل والقرآن ما عرف ربي يعتب عليها ب 17 آية القرآن الكريم إن شاء الله يتغير الحال الأحسن إن شاء الله الأحسن إن شاء الله معنا الحاج مسعود يومك حطيت الرحال عند الشيخ محمد الحاج محمد ربي يحفظه ان شاء الله استقبلنا استقبال حار وجاد وحنا جينا هنايا بصفتنا ك نحطوا سؤال رمضاني نعم سؤال رمضاني المسائي للاطفال تاع الحاضر في القران وسؤال كما تعودتم على سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد تلاقينا في الحاج محمد شدنا عن مؤونة الفطور مائدة الفطور ورانا عبده وربي يحفظه ان شاء الله وكرمنا ربي يكرمه ويجعل يجعل المائدة في الجنة ان شاء الله يا امين يا ربي متواضع والله مائدة متواضع على كل حال ماهيش الحاج مسعود عجبتك الاجواء في اليوم في المدرسة القرآنية المدرسة القرآنية ما شاء الله حتى الأطفال في دراستهم مش في الكتب دراستهم في الألواح اللوحة صح اللوحة كي الطابعة حضروك من الطلبة الذين يبدأوا سألتم أيام طرحتوا عليهم طرحنا عليهم أسئلة وتجاوبنا الله ما شاء الله ما شاء الله قالت يا أبي راح شمتوا عليك ما شاء الله ما شاء الله أقبلنا عليهم ما شاء الله اجواء سؤال ما عرفش نجاوب يا ودي قلت له روحي بارك الحمد لله ربي يحفظك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله وربي ومعنا ذني الاخ دحمان ذني ربي يحفظه ربي يحفظك شد ولاد وراك هاك هنا اي لا ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله شيخ دحمان ربي يحفظه ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله الحاج محمد لمن تهدي تحياتك لا اله الا الله وحده لا شريك له تحياتي كل الاحباب كل الأصحاب، كل الأهل، كل العشيرة، كل من درسنا، كل ما عشت به في الشباب، كل من درس معي، كل من درس معي. تأسف لعدم وجود الشيخ العيد، والله العظيم صراحة. حاج محمد، معذور. محمد العيد، تأسف لعدم وجوده كرامة، طيبنا المرح كما يقولون، طيبنا الجلسة، ما شاء الله تواجدوا معنا والله يغفيها بركة، أنا أحبكم في الله الذي لا إله إلا هو. يحفظك إن شاء الله، ربي يحفظك. سلامي لكل الأحباب والأصحاب، وربي يعيد علينا إن شاء الله هذا الشهر الكريم في أجواء طيبة هنيئة مملوءة بالسعادة والغبطة والهنا. وربي إن شاء الله يغفر لنا ذنوب. آمين. ويحفظنا إن شاء الله من كل مصائب الدنيا والآخرة. آمين. هذه اللي ندعوها سلموا على كل شعب الجزائر كل من هو موجود ربي ان شاء الله يفتح في وجه كل مقبول ان شاء الله يا رب محمد انا دائما نشتي نذكرك بواحد اللقطه ترى كنت صاحب الشيخ الله يرحمه الشيخ نتاعنا كان صاحبك الله يرحمه عاش بخير الله يرحمه عاش بالخير الله يرحمه ممكن حابب تحكي لي حكايه اللقطه تاع المشماش هذيك لا نحكي لك الحكاية لقطة تاع الذهاب واللحم ماهوش المشمش لا لا احكي لي قبل قبل عاودنا المشمش ابدا لي بالمشمش الله يرحمه كان يسير يسير هذه المهم باش تجيبوا المعلم نتاعك نتعشى مع محمد الحاج محمد دقاقة مع أحمد دقاقة مع يا ودي كنا مجموعة مالا نتعشى والله يرحمه والله يقعد يسقينا في الذهاب بيدو ويكبر لنا العظم ويضحك ويزعق معنا في عشاء مش شريت عليه المشمش راح نشري عليه المشمش على كل حال من بشر العياض يا ربي يوليه برحمة الله تعالى
جاب فورقوم من فرنسا وصحابتنا وياه في ذاك الوقت وجاتنا العطلة. يابوي قالوا لي نديروا مشروع خير، قال لي حنكرا في العطلة دوايل. يابوي قال لي روح نخدموا المشماش. يابوي ما يا سيدي شرينا المشماش في حجمه من الحنية. كيفاش شريناه؟ حرانا ديبيتون في في التجارة. جديد في التجارة. شريناه طايب يا سيدي وحطيناه يا سيدي. أيا دينا كواج وما مشاوناش وعلا وحطيناه في الصالة. ولا كوم هرمس ولا هرمس كثير والله قايسين شباب الله يرحمه البشير مسيكين بلي شو اللي بلزنا هذاك المشماش ما كان طيحنا منه وذا من بعد قلت له ولدي مانيش هذه انا عارف منين نشري المشماش هو اللي شرى من الحنية قلت له انا مش لك من انا من نجي ياخذ نجي ياخذ منين قلت له مش شوشه بعد قلت له ما دخلك الله يرحمه رحت ليه الله يرحمه الحاج بالخير لما رحت وينه الحاج بالخير الله يرحمه الحاج بالخير الله يرحمه الله يرحمه ربي وليه برحمة الله تعالى آمين سلام سلام على خيمة البحيرة قرب 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 يا خير خمين حاجة قلت أنا دور على مشماش ارفد وكول هاد هو جو لا لا كيف لا لا طيب نشري قال لي لا لا قالت مسخر بيك متحشم ارفد وليدي قال لي في جواجو ولا اثنين ودي قلت له لا لا يا رجل يفد المال قلت له لا لا تاجر انا تاجر تاجر قلت له استغربها عملوا راني كنت سنين قريب فدر اي ودرك اني خديت يعني قال لي هذه وقت المشمش الصيفي تاجر قلت له والله انا استفتح عليك وما دي المشمش ان شاء الله على الجزائر يا سيدي اللي فيك الخير واش فيها انت ومن قلت له باش العياض قال لي نسمع بها انا وليت نسمع عبد الله بالعياض هاي قال لي هاني انا نشحك ولي نصيحه هاي زينه خير قال لي المشمش نحلة زرق نص زرقاء ونص طياب نص طياب شفت قلت له عامل حق بخير هو كذا قلت له ناديته ذيك النهار من الحنيه هربت لي قال لي انت بجد ماكش تعرف ما تعرفش طياب اروح عليه ندبر عليه نص طياب ما تلحق قال لي للمكان اللي تبيع فيه تلقاه طايب انت ديما راه هربت وراه سخانه يا حسن الله ما لو قال لي خلا خطاتك هات القواج حطيت له القواج قال لي بخطاتك خطاتك كلش خطا تروح ترجع خليك له القواجو اليابس والقدوه نلقاها مسرجين مريقلين منظفين يا ودي الله يرحمه الله يرحمه نظافه مش هذاك يعمل هاك هو محسوب الله يرحمه الله يرحمه عمي وزن عمي حق لي لا كره عنده كيتو زقي يدرس قلت له لا وزن قال لي لا لا قلت لك روح وزن انا نعطيك صوت اعطيني زوارد هيا روح بيع روح بيع قبلك صار ثري عيد منو بيروح لي حديث حديث شوف الثقة شوف الصدق شوف الإخلاص شوف الورع والله قوزنا وبعنا ورقينا خير وبركة وشرينا من خلك من فائدة هذه خير وجبت الزيق وحبينا أكثر خلاص إذن العالم محمد ربي يحفظك إن شاء الله ربي ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله ربي يحفظك على البيت ربي يسجلك إن شاء الله وهذه جلسة طيبة إن شاء الله تقينا فيها في ليلة رمضانية ربي وفقنا جميعا لما فيه الخير آمين يا للبلاد والعباد آمين يا وربي إن شاء الله يجمع الشمل ويوحد الكلمة والصف إن شاء الله ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.